السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواتي وحبيباتي في الله، كيف حالكم يا أخواتي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. معاكم أختكم عبد الرحمن. عاملين إيه يا أخواتي؟ ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، ربنا يا رب يبارك لنا في شهر شعبان ويبلغنا شهر رمضان وإحنا وأمة الإسلام في أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نخل الجنة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، درسنا اليوم يا أخواتي يتكلم عن فضائل شهر رمضان المبارك. للصوم فضائل كثيرة لمن امتنع عن الشهوات والمحرمات وكان صيامه في سبيل الله بشكل خالص لوجه الله تعالى. الصوم يا بناتي ويا أخواتي له فضائل كثيرة عند رب العالمين. ليه؟ لأن احنا بنعمل ايه في شهر رمضان المبارك يا بناتي يا أولادي؟ بنمتنع عن الشهوات الحلال، بنمتنع عن الأكل والطعام، يعني الأكل والطعام والشراب حلال، فنمتنع عنه كام ساعة في الصيام، وبعد ما يجي نفطر بناكل الأكل الحلال. وربنا كمان عايز كمان يعلمنا إن احنا كمان نتعلم إن احنا نبعد عن المحرمات، حتى المحرمات كمان في الصيام ما تنفعش، يعني ما ينفعش حد يدخن سجاير في شهر رمضان، ما ينفعش حد طبعا ولا ياكل ولا يشرب في شهر رمضان في الصيام، ما ينفعش. ان الله عز وجل جعل صومه الركن الرابع من اركان الاسلام، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سوره البقره ايه 185. فعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس يا بناتي، بناتي وحبيباتي، بنات ماما زينة، بني الإسلام على خمس، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. خلاص يا أخوات. تاني حاجة من فضائل الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة، ولله سبحانه وتعالى عتقاء يعتق كل ليلة في رمضان أناس، كل يوم يعتق لي عتقاء في شهر رمضان، كل ليلة، مش العشر الأواخر فقط يا أخواتي، لا، في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى يعتق له عتقاء من النار. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. ويعتبر فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر العظيم شهر رمضان، وتعظيم الشهر لحرمته، ويكون التصفيد، افهموا كلمة التصفيد، تصفيد الشياطين يعني ايه؟ التصفيد ليمتنعوا من إزاء المؤمنين والتهويش والوسوسة عليهم. ويحتمل أن يكون المراد هو إشارة إلى قصرة الثواب والعفو،
وأن الشياطين الشيطان موجود، الشياطين موجودة، بس إيه اللي بيحصل لها؟ الوسوسة بتقل، الإغواء بيقل، إذائهم لبني آدم يقل. طيب ده اللي بيحصل لهم، في يعني تصفيدهم من قصد، يعني أذاهم بيقل، يعني بيقل تماما بإذن الله، وإغوائهم بيقل بإذن الله، ووسوستهم تقل بإذن الله. يقل إغوائهم وإيذائهم ليصيروا، يعني ده معنى مجازي مش حرفي، يعني مجازي يعني هو مش هيصفضوا حرفيا، يعني مش هيبقوا مكبلين بالسلاسل حرفيا، لا ده معنى مجازي، لقلة إذاهم للمؤمنين، ليصيروا يعني ليصيروا كالمصفدين، ويكون تصفدهم يعني كمان تصفدهم عن أشياء دون أشياء، يعني أشياء دون أشياء، وناس دون الناس، يعني تصفدهم كمان مش طول الوقت، ولا وتصفدهم لناس عن ناس، يعني أكيد تصفدهم الإنسان المؤمن الصائم القائم لرب العالمين. طبيعي الشيطان هيخاف منه، وكمان هو صايم فيقول اللهم إني صايم. فالتصفيد مش حرفيا يا أخواتي، التصفيد ده حاجة مجازيا، يعني هم موجودين يعني هم موجودين بالفعل، بس الوساوس والإذاء بتاعهم يعني اللي بيعملوه يعني إيه بيقل تماما 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 تماما. وللأسف في ناس بتديهم الفرصة إن هم يشتغلوا، لأن ناس دون ناس، يعني في بيوسوسوا الناس دون ناس، أكيد المؤمنين والناس اللي في ناس مش بتصوم رمضان، في ناس مش بتصوم شهر رمضان يا أخواتي، فأكيد الشياطين بتوسوس، وهكذا الأمر. تصفيدهم هيكون لناس دون ناس، وعملهم يقل مع ناس دون ناس، الناس المؤمنين الطائعين الصالحين المصلحين الصائمين القائمين، ده بيبدأ الشياطين ربنا سبحانه وتعالى بعيدهم عنهم مصفدين عنهم. الناس اللي لا بتصوم لا بتصلي ولا تعرف رب العالمين، فأكيد الشياطين لها عمل معهم. من خصائص شهر رمضان وفضائل شهر رمضان رقم 3، صيام شهر رمضان يكفر الذنوب يا بناتي، البنات الحلوين الصغيرين يبتدوا بقى يصوموا شهر رمضان بإذن الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني الصلوات الخمس، لو احنا دلوقتي بنصلي الخمس فروض اليومية، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، خمس صلوات معنا، والجمعة إلى الجمعة يعني من جمعة لجمعة يعني أسبوع، ورمضان إلى رمضان يعني من سنة للسنة، بيعملوا إيه يا أخواتي؟ مكفرات للذنوب كلها إذا اجتنبت الكبائر. وإحنا في درس الكبائر إحنا نزلناه على قناة من القنوات، الكبائر نزلناها وتكلمنا فيها، إذا اجتنبت الكبائر، وهو شرط يعني ده شرط، إذا اجتنبت الكبائر ربنا سبحانه وتعالى بيكفر عنا الذنوب. ودل هذا المعنى إذا اجتنبت الكبائر دل على معناه إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، لأن الكبائر يا أخواتي حاجة مرعبة مرعبة مرعبة، يعني كل حاجة تغفر إلا الكبائر. صليتي الخمس صلوات، ربنا سبحانه وتعالى وما تنامي على المخدة كده بالليل، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ليك طالما صليتي في الوقت وقت الصلاة، صليتي كما يرضي الله، ربنا بيغفر لك الذنوب كلها ما عدا وعملتي كبيرة، بس الكبائر تصرف مع الاستغفار، واستغفرت رب العالمين ربنا بيغفر لك.
الجمعة من الجمعة الأسبوع ما عملتيش ذنوب عادية، الذنوب العادية اللي الإنسان أحيانا بيقع فيها ربنا بيغفرها لك ما عدا الكبائر، وإن الكبائر كتير. ورمضان إلى رمضان من السنة للسنة شوفوا قد إيه رحمة رب العالمين. رمضان اللي شوفي نفسك من رمضان اللي فات لرمضان ده، نفسك اتغيرت، نفسك بقت قريبة لرب العالمين. هل أنت اتغيرتي؟ هل شايفة تغيير في نفسيتك؟ هو ده المقصود، ان انت تكوني من رمضان اللي فات. الصحابة كانوا يا اخواتي بيجهزوا ادعية لمدة 6 شهور عشان يدعو بيها في شهر رمضان المبارك. وعلى فكرة يا اخوات، في رواية تقول ما ينفعش ان احنا نقول رمضان، لا يصح لتجليل الشهر وتعظيم الشهر، نقول شهر رمضان، شهر رمضان المبارك، ده التجليل وتعظيم للشهر، ما ينفعش نقول رمضان كده. طيب يا اخواتي، كانوا الصحابة بيحضروا الدعوات اللي هم هيدعوها بيجهزوها لشهر رمضان عشان لمدة 6 شهور، ولما يجي شهر رمضان يحل شهر رمضان بفضل الله، يدعو لهذه الدعوات ويقولوا لا يأتي شهر رمضان الجاي إلا وقد رب إن إلا وقد إلا وإن رب العالمين قد استجاب لهم دعواتهم اللي هم كانوا بيدعوها في شهر رمضان. تأكدوا تماما 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 إن الدعوات كلها لو طلع من القلب خالصة لله، خالصة لله سبحانه وتعالى، لا فيها ذم ولا فيها شيء من الحرام أو الإساء للناس، تأكدوا تماما إن رب العالمين هي إن شاء الله هيستجابها. دي من خصائص شهر رمضان، حيث يعتبر شهر رمضان هو شهر التحرر من النار، وفيه يطلق الله تعالى آلاف الموحدين المسلمين كل ليلة لحظة الإفطار، وفيه صلاة التراويح. يعني إيه؟ شهر رمضان هو شهر التحرر من النار، ميبقاش إحنا يعني حالي يعني نقول رمضان النار فعلاً مقفولة، دي حرفين مقفولة في شهر رمضان المبارك بس، خلاص. وربنا سبحانه وتعالى بيمن على الناس آلاف الموحدين المسلمين كل ليلة في لحظة الإفطار، لحظة الإفطار اللي احنا بنفطرها، لاستجابة دعوة. للصائم دعوة عند إفطاري، وللصائم فرحتان عند إفطاري، لحظة ان هو بيبقى فرحان عشان هو بيفطر، ولحظة ان هو بيدعي رب العالمين عشان عارف ان رب العالمين هيدي وقت استجابة دعوة، لحظة الافطار. وكمان في صلاة التراويح، وهي السنة المعتمدة للنساء والرجال، يعني النساء تصلي التراويح والرجال تصلي التراويح، دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو من يعني مش هقول لكم من طقوس شهر رمضان، ده اللي بيميز شهر رمضان عن باقي الأشهر بصلاة التراويح. العمرة ثوابها مضاعف في رمضان، الناس بتطلع عمرة كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا ابن عباس رضي الله عنه تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعادل حجة، يعني تعادل حجة زي أكنك حجيتي، بس في رواية تانية بتقول كحجة معي حذرة كحجة معي، جعل الله فيها ليلة القدر ونزول القرآن الكريم، والتي هي خير من 1000 شهر، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما يسمى شهر الاعتكاف، ويوصى بالاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان حتى يبلغ المسلم
ليلة حتى حتى يدرك المسلم ليلة القدر. ليلة القدر في العشر الأواخر، إمتى إزاي؟ هي في العشر الأواخر. رقم ستة، إن صيام شهر رمضان ثم نتبعه بستة من شوال كصيام الدهر كله يا أخواتي، يعادل صيام 10 أشهر. 10 أشهر، كما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. الواحد لما يصوم رمضان الكمال كله في ان احنا نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الستة من شوال. مهمين جدا يا اخواتي. ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني اتاح لنا فرصة الستة من شوال؟ لان احيانا الناس ممكن يكون في تقصير في الصيام، تقصير في الصلاة، تقصير في العبادات في رمضان. فالصيام الستة من شوال يا اخواتي تكمل وترمم الصيام يا اخواتي، تكمل هما 6 ايام، تكمل وترمم الهفوات اللي بتسقط من المسلم، لان احنا مسلمين وبشر يسقط مننا هفوات. فصيامنا للست ايام من شهر رمضان كصيام الدهر كله 12 شهر، صح؟ 12 شهر، واحنا صايمين شهر، ادي صايمين شهر خلاص. بقول لك كصيام الدهر كله، في رواية بتقول كصيام 10 أشهر، 10 أشهر. ورمضان منصوم رمضان ونتبعها بستة من شوال، يبقى احنا صمنا الدهر كله، يعني ست شهر رمضان هيكمل 11، والستة من شوال هتكمل الشهر كمان، هتكمل الشهر، يبقى احنا صمنا الدهر كله 12 شهر، لأن الرواية بتقول كصيام 10 أشهر، 10 أشهر، والسنة فيها 12 شهر، صح؟ خلينا دلوقتي معانا 10 شهور، وصيام رمضان ادي كده شهر، 11 شهر. معنى كده ان صيام الستة من شوال يعادل صيام شهر، يبقى احنا كده اكملنا صيام السنة كلها، صيام السنة كلها كالدهر كله والزمن كله، بس احنا كده بنقفل سنة صيام. ده فضل، ده كله مجازا، يعني مجازا كله تكريم وتعظيم للشهر الكريم، لشهر رمضان، والحث على صيام شهر رمضان المبارك، والحث المسلمين عليه والتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يبلغنا شهر رمضان ويعنا على صيامه وقيامه والدعاء فيه، ويعنا ان احنا نصبر ونصطبر على الصيام والقيام ودعوات رمضان وعبادات رمضان، على الاعتكاف والعمرة والصيام وقراءة القرآن وختم القرآن وصلاة قيام الليل وصلاة التهجد في صلاة التراويح، صلاة التهجد، قراءة القرآن يوميا، الصيام، الصلاة مع النوافل، كل هذه العبادات محتاجة من رب العالمين العون، محتاجة من رب العالمين إن ربنا يقوينا ويدينا الصحة ويعنا ويتقبل منا ويتقبل. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويتقبل منا هذه العبادات، ودي أهم حاجة يا أخواتي. عزيرة عندي برد، الحمد لله رب العالمين. نتكلم شوية على السنن النبوية، عاملين ايه يا اخواتي مع رب العالمين؟ اخباركم ايه؟ عاملين احنا عندنا 3 بيوت متفقين عليهم، بيتنا في القبر نبعت فيه كل ما هو زاكي من الطيبات، من صلة ارحام، من طاعة زوج، من صدقات، من صيام، من صلاة،
كل ما هو ذاك يا أختاه ابعتيه في القبر. ثلاث حاجات علينا لازم نعملهم في الدنيا. الدنيا مزرعة للآخرة، ازرعي في الدنيا عشان تحصدي في الآخرة، قبل الآخرة تحصدي في القبر. ارسلي كل ما هو طيب وزاكي في القبر لنومة طويلة صبحتها يوم القيامة. أهمها الصلاة، الحفاظ على الصلاة، الصلاة الصلاة. أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، إذا صلحت صلح باقي العمل، وإذا فسدت فسد باقي العمل. ابعتي كل ما وزاكي في القبر. خلاص. بعد كده عندنا بيتنا في الجنة، بيبنى ب12 ركعة في اليوم والليلة بدون الفرائض، ويعنقولهم ركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، مثنى مثنى يعني 2 2، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، غير الوتر. الوتر من ركعة ل3 ركعات، زي امشي بقى ركعة 3 ركعات 5 ركعات وهكذا. ده بيتنا في الجنة. طول ما انت بتصلي النوافل يا اختي، طول ما الملائكة تبني لك هذا البيت. النفقة، ايه النفقة اللي احنا بنديها للملائكة عشان تبني لنا هذا البيت؟ هي ذكر الله طوال الليل والنهار. وقفت عن الذكر، وقفت عن الصلاة، الملائكة تقف عن البناء. قلنا تاني ان احنا نحافظ على بيتنا اللي في الجنة، والقبر نبعت كل ما هو زاكي. وطبعا السنة النبوية أذكار الصباح والمساء، صلاة الضحى يا أخواتي، صلاة الأوابين، صلاة قيام الليل يا أخواتي. صلاة قيام الليل شرف للمؤمن وسهم من سهام الليل، فيه الدعاء الدعوات مستجابة. يا الله، أهل السماء بينظروا لأهل الأرض، الناس اللي بتقوم تصلي القيام في البرد اللي احنا فيه والبرد الشديد، وتقوم تصلي وتبقى الأنا من النوم وتقعد تصلي، عارفين البيت بيبقى شكله ايه؟ أهل السماء بيشوفوا البيوت شكلها ايه؟ زي النجمة في السماء، زي ما احنا شايفينهم نجوم، زي شايفين النجوم في السماء، هم بيشوفوا البيوت الألا بتصلي قيام الليل، بيشوفوها زي النجمة في السماء وتبقى باينة. دي صلاة قيام الليل، أوصيكم بصلاة قيام الليل، ليها أسرار أسرار، دي عايزة حلقة لوحدها، قيام الليل. وطبعا قيام الليل هيكون في رمضان، يعني انت هتصلي التراويح بعد صلاة العشاء، وبرضو خليكي ليكي ورد يعني صلاة قيام الليل قبل الفجر. هي ابتداء من الساعة 12، بس الأفضل وقت وهو وقت السحر، فيه يتجلى رب العالمين. رب العالمين يتجلى في وقت السحر في السماء الدنيا، وينادي ويقول يا عبادي يا عبادي، هل من مستغفر أغفر له، هل من تائب أتوب عليه، هل من مجيب أجيب دعوتي. يا الله، الملائكة موجودة معنا في هذا الوقت، وهذا الوقت له ثواب عظيم وله مكانة في الإسلام، هو وقت السحر، لأن رب العالمين يتنزل في هذا الوقت في سماء الدنيا. حافظوا عليه يا أخواتي من صلاة وقت قيام الليل. عارفين يا أخوات، الواحد بيمر بأزمات وبيمر بمشاكل، بس بيقوم يستنى الليل، بيبقى نايم متقلب لحد ما يجي وقت السحر، وقت قيام الليل، بداية من الساعة 3 لحد قبل الفجر كده، بيبقى مستني ان هو نقوم نصلي وندعي ربنا يعني، وكون احنا ملي حزنين وتعبانين ومقهورين ومقربين، ونيجي نقول يا رب يا رب، اللهم دبر امري فاني لا احسن التدبير، اللهم دبر امري فاني لا احسن التدبير، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تحس ان الدنيا ضاقت، ولما ضاقت ادركت انها لا تفرج. لو الدايره ضاقت بتقفل الدايره، نقول انها مش هتنفرج،
بس كل رب كل وكل يوم هو في شأن. رب العالمين كل يوم له شأن في عباده. فنحافظ على صلاة قيام الليل، خليها جزء من حياتك يا أختي ويا بنتي، خليها قيام الليل، هتسترك في الدنيا وفي الآخرة، هتسترك يوم الموقف العظيم، هتسترك يوم الصراط وإحنا بنعدي الصراط وجهنم تحتينا، هتسترك في القبر وتنور أتنور قبرك، هتنور قبرك بإذن الله، هتسترك في يوم لا ظل إلا ظله، هتستظلي بظل العرش الرحمن في يوم يتكون فيه الشمس فوق رؤوس العباد. صلاة قيام الليل يا أخواتي، هتسترق يوم القيامة، هتسترق وانت بتاخدي كتابك، هل تاخديه باليمين ولا بالشمال، هتسترق وانت واقفة رب العالمين بيسألك، ما تكون انت من أهل الليل، رب العالمين يكون عارفك عزيرة، رب العالمين هيكون عارفك انت من أهل الليل، من أهل قيام الليل. حافظي عليها يا بنتي، حافظي عليها وأختاه، حافظي عليها لأنها هتسترنا في الدنيا وفي الآخرة. صلاة قيام الليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة قيام الليل يا أخواتي، حافظوا عليها. رمضان جاي، شهر رمضان جاي بإذن الله، يعني نصلي التراويح، واللي متعود يصلي قيام الليل يصليه، لان احنا برضو في العشر الاواخر هيبقى فيه صلاه التهجد، برضو صلاه التهجد هيبداوا تقريبا من الساعه 12 غير وقت السحر. في ناس بتصليها وقت السحر يعني الساعه 3 مثلا، وفي ناس بتصليها الساعه 12. بس خليها جزء من يومك، خليها جزء من يومك مع رب العالمين، ما تسيبهاش قيام الليل، ما تسيبوش، صدقيني هتكوني في معيه الله سبحانه وتعالى. أي والله العظيم هتبقي مع رب العالمين وفي رعاية رب العالمين، وعلمها لأولادك وبناتك. حجابك يا أختي، يا ترى الحجاب هيجي شهر رمضان المبارك، هتكوني انت لابسة الحجاب شكله ايه؟ احنا بنطلب الحجاب اللي يرضي رب العالمين، اللي يرضي رب العالمين. هتروحي تصلي التراويح وانت لابسة ايه؟ لابسه 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 ايه؟ هتبقى انا بشوف بنات بيروحوا المساجد بيبقوا حاطين كده زي ازدالات او حاجه، يلبسوا الازدالات دي، وهم لابسين لبسهم العادي بنطلون او شيء، يصلوا ويقلعوا الازدال يسيبوه ويطلعوا ويسيبوا خلاص صلوا كده ومشوا. هل هذا العمل يقبل؟ يعني هل هذا العمل يقبل ان انت تلبسي لبس مش بتاعك تاخديه تقفي بيه؟ يعني انت عارفه ان اللبس اللي انت لابساه ده ما ينفعش تقفي بيه قدام رب العالمين. طب انت ازاي تلبسي حاجه وتقلعيها، صليتي قلعتيها وعلقتيها وسبتيها؟ يعني انت عارفه ومتاكده ان ما ينفعش تصلي ببنطلون، ما ينفعش تصلي بحاجه ضيقه، ما ينفعش. طب ليه من الاصل احنا نطلع ليه من البيت ما نطلعش واحنا لابسين اللبس؟ انا مش هقول لكم اللبس الحجاب يعني الحجاب الكامل، لا، يمكن الزمن اللي احنا فيه ده، الزمن او الوقت اللي احنا فيه ده، ممكن في ناس كتير ما تقدرش تلبس الحجاب الشرعي كامل كامل كامل، لا، هو مش يعني هو مش مطلوب منك ان انت تغطي وشك، لان في اختلاف، ده في اختلاف كتير عن النقاب، واختلاف كتير عن تغطية الوجه، يعني دي يعني ده مش محور كلامي. انا محور كلامي في اني البس الحجاب، اكون مستوره لابسه حجاب يكون فضفاض، يكون واسع لا يشف وما يكونش ضيق، ده الحجاب. وطبعا يكون الراس متغطي، ده الحجاب. ما بقولكيش غطي وشك، مش ضروري تغطي وشك. العلماء اختلفوا في تغطية الوجه، علماء قالوا فرض وعلماء قالوا واجب. طالما العلماء اختلفوا في شيء فالاختلاف احيانا بيكون رحمة. واللي عايزة تلبس النقاب تبقى عارفة هي لابسة ايه بالظبط، هتبقى سفيرة من سفراء الاسلام، مش اي حد يلبسه. اللي عايزة تلبسه وتعمل كما تبقي اخلاق ماشية على الارض، مش أي حد يلبس النقاب يا أخواتي.
لقيتي في نفسك تقدري تلبسيه لانك انتي اول حاجه النقاب ده درجه من درجات الايمان، مش اي حد يتحمله، وتكوني انتي بتتشبهي بامهات المؤمنين، وكمان هتكوني اخلاق الاسلام متجسده فيكي. هل هتقدري عليه؟ لا مش هتقدري عليه، خلاص هيسقط عنك، لان هو مش فرض، مش فرض عين، هو يعني العلماء بيقولوا فرض بس، ولا هما قالوا فرض مفتوحه ولا فرض عين ولا فرض كفايه، مفتوحه. اللي عايز يلبس النقاب يلبسه بما يرضي الله ورسوله، واللي مش عايز يلبسه مش هيبقى عليه اي ذنب. وانا شايفه ان الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش فيه لبس النقاب خالص، لان اصبح داخل في الموضه وداخل في لبس التبرج، وداخل ما ينفعش، مش ده النقاب اللي ربنا قال عليه، بالعكس ده انت هتلبسيه، ولو لبستي زي اللي بيلبسوه دلوقتي لا ده انت كده بتاخدي اسم، فبلاش منه في الزمن للاسف في الوقت اللي احنا فيه ده. خليكي في الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي اللي يرضي رب العالمين، بس ده اللي مطلوب منك. طيب يا اختي، استقبلي شهر رمضان بان انت تكوني محافظه على وردك في القران الكريم. استقبلي شهر رمضان وانت نويتي ان انت هتتغيري بقى. شوفي انت كنتي على اي حال رمضان اللي فات، وشوفي مين كان معانا في رمضان اللي فات، والسنه دي مين معانا مش معانا في رمضان اللي جاي ده باذن الله. نتفقد احوالنا مين كان معانا في الصيام اللي فات، ومين السنه دي مش معانا. كمان يا اخواتي في بر الوالدين، بر الوالدين نقطه جت في بالي دلوقتي. الولد او البنت مامورين ان هم يتفقدوا احوال ابوهم وامهم. يعني ايه؟ يعني الام والاب لما يكبروا شويه معذره يكبروا شويه بيبقوا عايزين اهتمام شويه من الابناء، كبروا شويه طبيعي، طبيعه الحال. مفروض علينا احنا ككبار ان احنا نتفقد السرير اللي الام والاب بيناموا عليه. تفقدي حال امك وابوك، الولد يتفقد حال ابوه وامه، يشوف السرير اللي نايم عليه ازاي، محتاج بطانيه، محتاج فرش كويس. ده قمه البر يا اخواتي، ده البر اللي احنا نبعته هنرسله للقبر، ده البر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا عليه يوم القيامه. البر مش ان انا اجي، انا حتى مش عارفه دلوقتي شكل البر بالنسبه للوالدين في الان شكله ايه، الله اعلم. بنتكلم عن بر الوالدين، الله اعلم شكله ايه دلوقتي، بس بقول لكم سمعتها من شيوخنا ان التفقد حال الاب والام حتى في نومهم على السرير بتاعهم، يشوف السرير طيب لين، محتاجين بطاطين، محتاجين غطا، ده قمه البر، قمه البر. ما تبقيش انت او الولد او البنت عايشين والاب والام بيعانوا، كفايه عليهم التعب اللي شافوه في التربيه، وكبرونا وعلمونا وربونا ومنا نتزوج وهكذا، هي دي حياه. بس اقصد البر، البر اللي لدرجه ان انت تتفقدي حال امك وابوك، والولد يتفقد حال امه وابوه في النومه اللي هو بينامها، السرير اللي نايم عليه، في الدواء اللي بياخده، في الاكل اللي بياكله، في الشرب. لا تقولوا في غلاء، ولا تقولوا احنا عارفين ناكل ولادنا، اوعوا تقولوا الكلام ده، الكلام ده حرام، ما ينفعش. احنا مسلمين ومأمورين ببر الوالدين، مأمورين ببر الوالدين ايا كان الظرف، ايا كان مأمورين ببر الوالدين. وببر الوالدين ده تاني ركن، تاني حاجه بعد الاشراك بالله في العقوق في الكبائر، عقوق الوالدين تاني حاجه رقم اتنين بعد الاشراك بالله في الكبائر. اوعي، احمدي رب العالمين لو انت ليك عند اب لسه عايش، ما ماتش قدامك بكورونا مثلا ومات وما لحقتيش تشوفيه، احمدي رب العالمين لسه عندك ام واب لسه بيدعولك. في غيرك مش لاقي ام ولا اب يدعو لهم، احمدوا رب العالمين على نعمه الاب والام الموجودين، اللي لسه عنده اب وام
يلحق يبرهم. كل ده في ميزان حسناتكم. وبعدين افعل يا ابن آدم فكما تدين تدان. بر الوالدين يا أخواتي بالحاجات اللي بتدخل الجنة بإذن الله. دعاء الأم والأب لنا ده من الحاجات اللي بتستوجب دخولنا للجنة بإذن الله. رضا الأب والأم. وعلموا ولادكم على كده. بروا أباءكم تبركم أبناءكم. وافعل يا ابن آدم فكما تدين تدان. طولنا في الدرس عشان صلاة الضحى، صلاة الظهر. يا رب أتمنى الإفادة والاستفادة. لا تنسوا دعاء الأسوة من الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. عذرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. لازم نذكر الدجال كل يوم يا أخواتي عشان نؤخر من ظهوره. هذا الدعاء بيقال في كل صلاة بعد التشهد وقبل التسليم. دعاء الاستودع. علمي أولادك دعاء الاستودع. اللهم إني استودعتك نفسي وأولادي وبناتي وبيتي وديني ومالي وأهلي وكل ما أملك في ودائعك، فاحفظهم بحفظك المتين يا رب العالمين ويا أرحم الأرحمين. الصلاة أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة، الصلاة إذا صلحت صلح باقي العمل، وإذا فسدت فسد باقي العمل. أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بنفسي أخواتي بالصلاة ومخافة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي غيرنا. نتقي الله في أنفسنا في نفسنا وفي غيرنا، ونتحلى بالأخلاق الطيبة. ابعدوا عن الأخلاق الذميمة. والله 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 ثم والله الأخلاق الذميمة دي بتقرب الإنسان من النار. الأخلاق الذميمة دي هي اللي بتوقع الإنسان في النار. اللهم احفظنا، الله يعافينا يا رب. اللهم يعافينا وإياكم. الكذب والغش دي من صفات المنافقين. الكذب والغش والغدر والخيانة دي كلها صفات المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. بعيدوا عن الأخلاق الذميمة دي، نحاول نحسن من نفسنا شوية، نحاول نستقبل شهر رمضان وإحنا ناس حاولنا نتغير، أو بنقول لربنا يا رب العالمين إحنا إن شاء الله هنتغير في شهر رمضان. هيجي شهر رمضان علينا إن شاء الله إن شاء الله، وإحنا في أحسن حال، وأمة الإسلام في أحسن حال. وادعوا لأهل غزة، ربنا معاهم، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم، ربنا ينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة، ويرزق وينزل عليهم الدفء. ربنا ينزل عليهم الدفء. إحنا عندي في بيوتنا، وما الله أعلم بأحوالهم، بس رب العالمين لا يغفل ولا ينام. ما تتصوروش ان ربنا سايبهم، ابدا ابدا. ربنا معانا في كل لحظه، مطلع علينا في كل، لا يغفل ولا ينام. لا تاخذه سنه ولا نوم. تاكدوا ان رب العالمين معاهم، تاكدوا ان رب العالمين معاهم، ولا يتركهم ابدا. بس علينا احنا ان احنا ندعي لهم. ليه؟ معذره الى الله. ربنا يجي يسألنا عملتوا ايه لأخواتكم في غزة. والله يا رب كنا بندعي لهم وندعي من قلوبنا، لعل حد فينا صالح ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. ادعوا لهم لو في أبواب توصل ليهم الحاجات اللي هم محتاجينها، نكون أول الناس المشاركين. احنا المسلمين، المسلم كالمسلم كالبنيان، البنيان كلنا بنيان واحد، كلنا أمة واحدة، كلنا مسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ماشي يا أخواتي، أتمنى يا رب أن يكون أفدتكم يا رب. ولو أفدتكم ادعوا لي دعوة كويسة، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء كفارة المجلس حتى لو بعد مكالمة التليفون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله قدر الله وكان لنا لقاء تاني بإذن الله في حفظ الله يا أخواتي.